للمزيد من الإيضاح ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ جميل. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني دائما القضية الفلسطينية على رأس أولويات الرئيس في جميع لقاءاته، وكانت أبرز ما تم مناقشته في اللقاء القائم مع الرئيس الأستوني. كيف قرأت هذا النقاش وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة؟ هو بالتأكيد لازم نعرف في البداية طبعا أن القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل الدولة المصرية. القضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للدولة المصرية، وهي قضية أمن قومي أيضا. مصر منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 48 حتى الآن، وهي بتسعى بشكل كبير جدا على كل المستويات الدولية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 مليون و67. طبعا من يوم 7 أكتوبر حتى الآن هناك ثوابت مصرية، الثوابت المصرية واضحة جدا وأكدها الرئيس أكثر من مرة. الدولة لم تحيد عن هذه الثوابت، اللي هو الوقف الفوري للعمليات العسكرية والوصول إلى هدنة، إنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية دخولها لأهالي قطاع غزة، العمل على عدم تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، ودي كان في خط أحمر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهاية طبعا الوصول إلى حل جذري لما يحدث، اللي هو بوجود دولة فلسطينية على حدود 4 مليون و67 عاصمتها القدس الشرقية. دي ثوابت الدولة المصرية من يوم 7 أكتوبر حتى الآن ولم تحيد عنها. هناك العديد والعديد من الاتصالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة وزعماء العالم. كان في مؤتمر السلام اللي عقد في العاصمة الإدارية، ومصر وضعت ثوابتها وحددتها بشكل كبير جدا أمام العالم كله. مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أنها تغير وجهة نظر العديد من دول العالم فيما يحدث في قطاع غزة، أن ما تفعله إسرائيل ليس دفاعا عن النفس كما روت إسرائيل، بل هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، هو تنفيذ لكل جرائم الحرب، تنفيذ لكل جرائم الإنسانية من أهالي قطاع غزة. في 50,000 قتيل حتى الآن، في أكثر من 100,000 مصاب، و2 مليون تم تشريدهم من منازلهم، تدمير كامل للبنية التحتية في قطاع غزة. وبالتأكيد مصر أكدت أيضا أن مع زيادة مدة العمليات العسكرية وزيادة العنف ستتسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وإذا اتسعت رقعة الصراع ستؤثر بشكل كبير على السلم والأمن، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط ولكن على مستوى العالم بشكل كبير. هي دي اللي بتأكده الدولة المصرية دائما، وهي اللي بتسعى إلى حل هذه القضية. مصر بتقود العالم في الوقت الحالي من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. دائما ما يؤكد الرئيس خلال لقاءاته المستمرة بكل قادة وزعماء العالم على حل القضية الفلسطينية والوصول إلى حل يرضي الشعب الفلسطيني وأن يعيد لهم حقوقهم مرة أخرى. طبعا كل ده، ومصر بتسير بخطوات ثابتة، مصر بتسعى بخطوات ثابتة إلى الوصول إلى هدنة من خلال طبعا لقاءات، ومن خلال استضافة الدولة المصرية لجولات كتيرة للهدنة، واستضافة مصر أيضا للفصائل الفلسطينية من أجل المصالحة الفلسطينية للوصول إلى حل لهذه القضية. فطبعا لقاءات الرئيس دائما، الرئيس بيسعى إلى عرض الحقيقة أمام كل زعماء العالم. هذا السبب احنا وجدنا العديد من الدول الأوروبية والدول الاتحاد الأوروبي اعترفت بدولة فلسطين. هناك العديد من الدول طبعا لا ترغب في استمرار إسرائيل فيما يحدث، بتسعى للضغط على إسرائيل لوقف وقف هذه العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل وقتل أكبر قدر ممكن من أهالي قطاع غزة. يعني يا أستاذ جميل، حضرتك ذكرت أن مصر دائما تسعى لإحلال السلام، وهذا ما جاء أيضا في تصريح الرئيس الإستوني أنه ثمن على جهود مصر تحقيق السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الروسية الأوكرانية، لافتا أن بلاده تقدر دور مصر كوسيط وصانع سلام في المنطقة. ما تعليقك على هذا التصريح ورأيك فيه؟
هو بالتأكيد طبعا هي مصر دولة بتسعى إلى تحقيق الأمن وتحقيق السلام. مصر هدفها الأساسي هو الوصول إلى السلام العادل والشامل ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط ولكن على مستوى العالم، ودي السياسة الخارجية للدولة المصرية، إحلال السلام في العالم. مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تسعى للسلام بعد حرب أكتوبر 73 والوصول إلى سلام مع الجانب الإسرائيلي من منطلق القوة طبعا والحصول على الأرض، ومن يومها ومصر بتسعى إلى إحلال السلام. مصر أيضا مواقفها ثابتة في الحرب الروسية الأوكرانية، مصر أيضا سعت إلى تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا أكثر من مرة، وكان في تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من تصريح أمام كوب 27 أنه يجب إحلال السلام في منطقة على مستوى العالم وإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا والجلوس على مائدة المفاوضات وحل هذه الأزمة بشكل كبير، لأنها بالتأكيد أي صراع بيؤثر على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، وهو ما حدث طبعا في الحرب الروسية الأوكرانية من تأخير في سلاسل الإمداد وأزمات اقتصادية وحالة تضخم على مستوى العالم ككل جراء هذه الحرب. وبالتأكيد طبعا الحرب التي تدور روحها في الوقت الحالي في منطقة الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على السلم والأمن العام ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط ولكن على مستوى العالم ككل. اتساع دائرة الصراع، احنا شفنا ارتفع دائرة الصراع نتيجة جراء ما يحدث من حرب شرسة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحرب طالت الجنوب اللبناني، طالت اليمن، طالت إيران، طالت بغداد، العراق، وأيضا سوريا. إذن دائرة الصراع بتتسع، إنما مع إحلال السلام والجلوس على مائدة المفاوضات سيحل السلام، سيحل الأمن، ستنعم الشعوب بالتنمية التي يجب أن تكون في الوقت الحالي في دول منطقة الشرق الأوسط. تأخرنا كثيرا وتأخرت منطقة الشرق الأوسط كثيرا في عملية التنمية الشاملة جراء الحروب، جراء الأزمات. فيجب طبعا بالتأكيد في الوقت الحالي أن تجلس هذه الدول على مائدة المفاوضات وأن يحل السلام في منطقة الشرق الأوسط. أيضا جراء ذلك كان هناك تنظيمات وجماعات إرهابية بالتأكيد تسللت إلى العديد من دول المنطقة ودخلت في حروب أيضا مع الجيوش الوطنية، ولهذا السبب مصر بتسعى إلى نقل خبرتها إلى العديد من دول المنطقة لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، وهو ما أكده الرئيس أو جاء في الاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأستوني، التعاون في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية وهو أهم شيء في الوقت الحالي. كل ده طبعا بالتأكيد جراء ما يحدث وجراء الحروب وجراء الأزمات وجراء عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بتخرج تنظيمات وجماعات إرهابية تهدد الشعوب وتهدد الأمن والسلم في المنطقة وعلى مستوى العالم ككل. يعني حضرتك بالفعل ذكرت الجماعات الإرهابية وهو ما جاء في تبادل الخبرات في العديد من الملفات، وذكر تحديدا ملف الإرهاب والجريمة المنظمة. أهمية تفعيل وتبادل الخبرات في هذين الملفين بالتحديد في هذا الوقت وخاصة مع الاندلاع الصراعات في أنحاء متفرقة من العالم. مصر لديها تجربة هامة جدا، تجربة فريدة على مستوى العالم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية. مصر استطاعت أن تقضي على تنظيمات إرهابية خطيرة كانت تم توطينها في أراضي سيناء، وقامت بتنفيذ عمليات عسكرية وشرطية أيضا للقضاء على هذه التنظيمات بشكل فريد لم يحدث على مستوى العالم ككل. الجيش المصري والشرطة المدنية استطاعت أن تنفذ هذه العمليات بعيدا عن التحالفات الدولية كما يحدث في بعض دول العالم التي لم تستطع حتى الآن القضاء على هذه التنظيمات. ففي الوقت الحالي مصر تجربتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية تجربة فريدة على مستوى العالم، ومصر بتسعى بشكل كبير إلى نقلها إلى الدول التي تعاني أو تواجه التنظيمات الإرهابية. مصر كان لها دور مهم جدا في القارة الأفريقية من خلال تحالف الساحل والصحراء
ونقل خبراتها لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء. مصر أيضا نقلت تجربتها إلى العديد من دول العالم في مواجهة التنظيمات الإرهابية من خلال طبعا الاتفاق وتبادل الاتفاقات والتدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والعديد من الدول في هذا المجال، وكبريات دول العالم بتنفذ تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية نظرا للخبرة الكبيرة المتواجدة لدى القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية. إذن في هذا التوقيت طبعا وفي ظل العمليات العسكرية التي تنفذ في الوقت الحالي، هناك طبعا تنامي أو بتظهر تنامي للتنظيمات والجماعات الإرهابية في بعض الدول اللي بتكون حاضنة لهذه الجماعات. فبالتأكيد هذه الجماعات تؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في ليس في دول بعينها ولكن في المنطقة ككل أو على مستوى العالم. والعالم خلال السنوات الماضية أيضا شهد العديد من الموجات الإرهابية اللي أثرت على حياة المواطنين، أثرت على استقرار الدول، أثرت على اقتصاديات دول كبرى. هناك أيضا عمليات نقل لهذه التنظيمات والجماعات الإرهابية هي عابرة للحدود من دولة إلى دولة أخرى، ولهذا السبب أن يكون هناك اتفاقيات أمنية لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية هو شيء في غاية الأهمية لتحقيق الأمن والاستقرار في دول المنطقة وفي دول العالم ككل، ونقل هذه الخبرات إلى الدول الأخرى. أيضا الجريمة المنظمة ده شيء أيضا في غاية الأهمية في الوقت الحالي، إن مصر أيضا بتواجه الجريمة المنظمة بشكل واضح وصريح، واتفاقياتها مع العديد أيضا من دول العالم لتحقيق الأمن ولتحقيق استقرار ولمواجهة هذه الجريمة المنظمة وتحقيق الأمن والاستقرار في دول العالم. مصر هدفها الأساسي الأول والأخير هو تحقيق السلم والأمن الدوليين، تحقيق الاستقرار، تحقيق التنمية الشاملة في شعوب العالم ككل، من أجل أن يعيش العالم في حالة من السلام، حالة من الاستقرار، حالة من التنمية الشاملة. بالفعل أستاذ جميل، مصر هدفها السلم والأمن الدوليين والتنمية الشاملة لجميع دول العالم. أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف.